لا يعني هو الأستاذة جميلة كانت عملية التنظيم على مدى 9 شهور اللي فاتوا في الحزب، وطبعا مع اقتراب موعد المؤتمر العام يوم 7/2، فالقائمة اللي بتمثلها الأستاذة جميلة هي واحدة من تقريبا 3 قوائم رئيسية بتتنافس على المناصب الثلاثة، رئيس الحزب، الأمين العام للحزب، وأمين الصندوق. واعتقد ان ده بيؤكد مدى حيويه حزب الدستور، وان احنا عندنا شخصيات كثيره بارزه جدا قادره على الترشح لملء هذه المناصب. اعتقد ان يعني اللي بيثير الاعجاب في حزب الدستور بشكل عام زي ما حضرتك شايف ان الكثير من اللي بيترشحوا على المناصب المختلفه بينتموا لجيل الشباب، وان حزب الدستور عموده الفقري في الاساس هو الشباب، وان الباب هيكون لسه مفتوح في الواقع لما يعني نحقق المؤتمر العام الاولاني ويمضي بنجاح ان شاء الله، ان الشباب دول يكونوا هم اللي هيشغلوا كل المناصب القياديه في الحزب علشان نأهل نفسنا بعد كده ان احنا نخش انتخابات المحليات، نخش انتخابات مجلس الشعب، وننافس على كل المناصب. واحنا من ساعه ما طلعنا بنقول ان حزب الدستور في خلال 4 أو 5 أعوام ان شاء الله يكون هو الحزب اللي هيشكل الحكومه مصر. هو احنا يعني لابد ان نحيي الذكرى الثالثه لثوره 25 يناير، لان هي كانت الحدث الاعظم في التاريخ الحديث للشعب المصري، ان هو تخلص من حاكم ديكتاتور على مدى 30 سنه، حاكم كان بس مش بيتبع قمع وتزوير الانتخابات، لا كمان كان عايز يورث البلد لاولاده، وكان يعني ببساطه بيرأس دوله او عصابه من الفساد. وهي ثورة يناير هي اللي ادتنا الامل في التغيير، وهي كانت السبب وراء كل يعني الاحداث اللي احنا شاهدناها على مدى 3 سنين اللي فاتوا. الثورة دي بتتعرض لهجوم شديد اللهجة دلوقتي على مدى الشهور الماضية من رموز النظام القديم اللي هو اطاحت بيه، فبالتالي لابد من ان نخرج ملايين المصريين مرة اخرى للشوارع لاحياء هذه الذكرى، ونؤكد تمسكنا بثورة 25 يناير وخاصة جيل الشباب. ربما البعض كان بيقول او بيشير ان الشباب كتير راحوا وشاركوا في الاستفتاء اللي هو تم مؤخرا على الدستور، بس اعتقد ان الشباب ده لن يتخلى عن ثورته ولن يتخلى عن احياء الذكرى الثالثه لثوره 25 يناير. لا هي لم تتحقق، وعلشان كده احنا لازم نواصل يعني النضال من اجل تحقيق هذه الاهداف، العيش والحريه والعداله الاجتماعيه لم يتحققوا، ولا الكرامه الانسانيه بكل تاكيد. يعني احنا ما زلنا بنشوف يعني حاله اقتصاديه سيئه للغايه بيعاني منها الغالبيه العظمى من المواطنين المصريين. احنا للاسف بنشهد عودة قوية للدولة الأمنية بتهين كرامة الإنسان المصري، حملات الاعتقال اللي بيتعرض لها الشباب بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية من كل الانتماءات السياسية، وبيتم احتجازهم في ظروف سيئة وإساءة معاملتهم. يعني الشباب بيتم اعتقالهم على قهاوي، بعضهم صغار السن. يعني فبشكل عام احنا بالتأكيد محتاجين نواصل النضال من اجل تحقيق اهداف هذه الثوره مع التمسك بيها، لان هي الاساس زي ما قلت لك في كل الاحداث اللي احنا شفناها على مدى 3 سنين اللي فاتت.